السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رندر فورست ده موقع جميل جدا، فيه شوية حاجات حلوة. ممكن مثلا تعمل انيميشن وايت بورد، تخلي كأن في ايد هي اللي بتكتب وترسم وحاجات زي كده. ممكن تعمل بالاشكال ديت، ممكن تعمل افلام كرتون بسيطة، تمام؟ بتبقى فيها حاجات جاهزة وهو يبدأ يعملها لك. ممكن تعمل فيشواليز، في انفورميشن سوشيال باك بالشكل دوت، وكله بالذكاء الاصطناعي، فبتوفر عليك وقت كتير قوي في الشغل. طيب هاجي اقول ان انا عايز اعمل حساب، وبعد كده هقول له ستارت ناو. فبيقول انت عايز تعمل فيديو ولا ويب سايت ولا لوجو ولا موكب ولا جرافيك. كل الحاجات دي بتتعمل في الموقع دوت، فهو يعتبر كذا موقع في حاجة واحدة، تمام؟ طيب بيقول لي عايز أنا حاجة من دول، تمام؟ وتقدر تعمل أنيميشن فيديو، تقدر تعمل وايت بورد، تقدر تعمل حاجات كتير أوي. خلاص خلينا نشوف مثلا اكسبلينر فيديو توكيت. طيب بيقول لك أنت عايز الناس شكلهم أوروبيين ولا يابانيين. طيب ماشي، كريت ناو. فممكن تكتب انت القصة بتاعتك وهو يبدأ ان هو يعملها لك. طيب خلينا نقول له احنا عايزين مثلا عمر يد ابوك. طيب ونفس عمر دوت بلاي افوتبول، عمر جو تو سكول. متخيل انا بديله السيناريو، بيقول لي دول الارقام، دي اول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، بيقول له اعمل لي المشروع دوت. بيقول لك في 3 ثواني اهوت هيبدأ بقى يعمل لك ايه الصور، وتقدر انت تتعدل فيهم. هنا مثلا بيلعب كورة وبيخلي لك فيديو بيتحرك، وتقدر تغير البرومت الكلام المكتوب. وتقدر تعدل التكست، تقدر تعدل الكتابة يمين ولا شمال زي ما انت عايز، وتقدر تختار اشكال تانية لو انت حابب تبدل اي صورة. وتقدر تخش هنا تعدل الستايل، تخليها مثلا بالشكل دوت او 3D، الحركات الانتقالية تبقى عاملة ازاي، الالوان، تقدر الميوزك تسجل انت صوتك او تختار صوت جاهز من هنا، تمام؟ تقدر تقول له بريفيو وتبدا تشوف الفيديو بتاعك جاهز. طبعا لو انت مشتري حاجه بفلوس بتبقى جوده الفيديو اعلى، بتبقى الامكانيات اعلى، الصور المتاحه اعلى، بيبقى في حاجات كتير اعلى بكتير لو انت شاري بفلوس، تمام؟ احنا واخدين النسخه اللي هي مجاني. ففي ثواني بيعمل لك الفيديو بالشكل دوت. تمام، وطبعا الجودة قليلة عشان احنا عاملين حاجة بفلوس، عاملين حاجة مجانية. ده مثال لحاجات كتيرة تقدر تعملها من الريندر فورست.